مغوص في أعماق مصر القديم. مصر القديم ما فيش شك إن هو كان مميز في كافة المجالات، لكن الزراعة كان ليها اهتمام خاص جدا من المصري القديم. طيب في بعض الأسئلة كده، طب هو كان بياكل إيه؟ طيب هل كان عنده أدوات للطبخ؟ كان عنده مطبخ؟ طيب كان عنده بوتاجاز؟ كان عنده أواني يقدر إن هو زي ما احنا بنقول دلوقتي الحلل الكلام ده؟ كان بيتعامل مع الحاجات دي ازاي؟ يعني خلوني اطرح كل الاسئله دي واكثر، ولينا مفاجآت طبعا زي ما انتم متعودين معانا. وبشكر حضراتكم جدا على التفاعل معانا، خاصه في الحلقه الخاصه بالروزيتا او حجر رشيد. دكتور بسام شماع، برحب بيك، عضو الجمعيه المصريه للاثريين والمؤرخ المصري المعروف، منورنا ودايما بنستمتع بوجودك معانا. اهلا وسهلا، اهلا بيكم، واهلا بدي ام سي، واهلا بالفلاح المصري العظيم اللي علم العالم. هتقول له النهارده ايه؟ هقول له طبعا اولا نب رمبت حرتشن حتب. انا عارفه ان فيها هيروغليفي. قلبي قلبي نب كل رمبت عام حرتشن وانتم حتب في سلام سعاده ورضا. الفلاح المصري عنده كل اللي حضرتك ذكرتيه، هو اللي زرع نوع من القمح اسمه الامرويت. ده مش موجود دلوقتي القمح ده، لكن تجدي الغرب هيتجن ازاي المصري القديم عمل الامر ويت او قمح الامر. وبيعملوا منه عيش دلوقتي، وبيشوفوا ازاي المصري القديم عمله بنفس المقادير. هو ده اللي بيقال عليه دلوقتي القمح الفرعوني. لو انت بتحبش كلمه فرعوني، انت بتحب المصري القديم، بس هو ده المشاع عليه كده. والشعير، وهو دول اكتر اتنين من الحبوب في مصر القديمه كانت بتزرع، وكانت ايضا بتخش جوه الرحايات. فيقول لك والسيد اللي بتطحن دي مهمة جدا. ليه؟ النص المصري القديم كان يقول ايه؟ يقول له خذ مشورتك من السيدات اللي بيعملنا على الرحايات. شغل الرحاية عايز شغل بدني جامد. أيوه. فخد منهم المشورة، خد من المشورة. الأب قاعد مع ابنه في مصر القديم بيقول له خد المشورة منهم. أيضا اهتم المصري القديم بالري، واخترع أول جهاز ري في العالم زي ما هنشوف في الصور في خلال دقيقة من دلوقتي. جبت لكم صور لأقدم أداة ري في الدنيا. المرأة كمان ساعدت جوزها زي ما هي بتساعد جوزها دلوقتي في الايه؟ في الأرض الزراعية. معانا الصورة اللي هنعرضها مع السادة المشاهدين دلوقتي، ليها علاقة بالأرض الزراعية وست بتساعد جوزها. وأيضا كان في مش عارفة ده بقى يعني عجل ولا بقرة ولا حاجة، بس يعني برضو في يعني اللي هو لا في كمان احنا واخدين على الذبح، لان انا عارفة ان في صورة للذبح. هو فكرة الجزارة في مصر القديمة، ودي هنعملها لكم في فقرة تانية لو تحبوا. وعندنا مقبرة في سقارة اسمها مقبرة الجزارين. متخيلة؟ انت داخلة مقبرة الجزارين. لكن لو نزلنا بالصورة الاولانية لو تسمحوا، الرجل وزوجته في الاراضي في الحياة الأخرى. أنت متخيلة إزاي المصري القديم عايز في الحياة الأخرى يعيش في السخة إياره؟ هيروح حقل الفردوس. كلنا عايزين نروح الإيارو، صح؟ أنت عايز تروح الإيارو؟ أنا شخصيا عايز أروح الإيارو. أنا عايز أعرف بس هو مفهوم الفردوس. الإيارو ده المفهوم ده إيه؟ المفهوم دوت أنت متخيل الإيارو بتاعك دي في مصر القديمة. إن أنت دي الإيارو اللي هو تخيلها؟ تزرع وتقلع وتحط تنثر البذور زي ما الاستاذه الجميله المصريه الجميله الشيك قوي دي لو نزلناها تاني بعد اذنكم هتلاقيها لابسه رداء الكتان بتاعها شياكه، ما حصلش نازل الشغل. ودي عاده الست المصريه لغايه دلوقتي، ما تطلعش بره بيتها تروح تجيب عيش وترجع الا وهي على سنجه 10. هتلاقي هنا البقره والطور اللي حضرتك لاحظتيه، هتلاقي فيه جهاز الراجل ماسكه في ايديه. انتوا شايفين ده ماسك ايه يا جماعه؟ ده اختراع المحرات، المحراث اللي هو علم العالم ازاي تقلب الطين في الحرث بتاع الارض. لاحظ يا فندم في الصوره ثلاث حاجات هامه جدا. هو ماسك في ايديه ما يشبه الكرباج، ولكنه ليس كرباج، لان انت لما هتبص كويس هتلاقيها اقمشه خفيفه، يعني ده مش جلد من اللي بيوجع. اتنين، مش هتلاقي منظر في مصر القديمه الكرباج او هذه الاقمشه الخفيفه الكتانيه نازلة بتضرب الحيوان. مش هتلاقي الدواب بتضرب في مصر القديمة، هتلاقيه رافعها لفوق، لكن لا لم أضرب دوابي. شايف الفلاح المصري القديم كان بيعامل حيواناته ازاي؟ يقف قدام ال 42 قاضي في الحياة الأخرى يعترف بالاعتراف النفي اللي هو نو اي ديد نوت، أنا لم أفعل، لا لم أرهب أحدا، لا لم أسبب البكاء لأحد، لا لم أسبب دموع لأحد، لا لم أنظر إلى زوجة جاري، لا لم ألوث مياه النار، لا لم أحول اتجاه المياه الجارية.
فلاح، ما جيتش رحت صاحي الصبح داخل ارضك ورحت ماسك الترعه بتاعتك وروح قافلها وروح مزققها ناحيتي، فالميه اللي داخله في الري من نهر النيل تخش عندنا، لا لم اغير اتجاه المياه. آداب وسلوكيات واخلاقيات في احنا من كده. الايار اللي حضرتك بتسالي عنه هو تخيل واعتقاد المصر القديم ازاي الحياه الاخرى هتبقى. فالحياه الاخرى فيها شغل بالنسبه للمصر القديم، وهيشتغل في الحاجه اللي هو بيحبها اللي هي ايه، اللي هي الاراضي الفلاحه. اللي انتم شايفينه في الصوره ده هو بيعمل ايه؟ ماسك في ايديه منجل وبيحرت ايه، اهو بيجمع ايه. في الثانيه بقى هتلاقيه في صوره ثانيه ليهم برضو، لا لم اضرب دوابي. انظر للشجر اللي تحت ده يا جماعه، شايفين الشجر اللي تحت ده من الفلاحه ومن الزراعه. الشجر اللي تحت ده ده نخل دوم وسيكامور تري، الاشجار اللي تحت دي بسرعه كده، نخل دوم ونخل بلح وجميز. وخد بالك الجميز كانت شجره مقدسه في مصر القديمه. احنا عندنا السنوحيه، السنوحي اللي انتوا كلكم عارفينه. ايوه بانهت، شجره الجميز بانهت، بنها 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 العسل. نرجع هنا لو بصيتي هتلاقي الدوم الجميل من مصر القديمه، ولقيناه في المقابر، لقينا الفول، زرع الفول، الفول البني اللي احنا بنحبه، واخده معاه من 4000 سنه ويل مصر القديم. يعني المصري القديم حب الفول لدرجه ان هو عايزه معاه الى الابد. بصي كم الحب والعلاقه بيننا وبين الفول عامله ازاي من 4000 سنه ويل، لقوها في المقابر، والمقابر لازم تروح بيها الناحيه الثانيه. لو بصينا هنلاقي ايوه ده المنظر التحفه بقى. هو هنا ماسك المنجل في ايديه وبيقطع ايه؟ بيلم ايه؟ بيلم كتان. دي الزهره اللي هيتعمل بعد كده منها، والنبات اللي بعد كده هيتعمل منه اللبس اللي هي لابساه. بصي الشياكه، بصي الشياكه عامله ازاي؟ ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ وايه الشعر الحلو اللي انت عاملاه ده؟ وايه الفورمه دي؟ وايه التوطيه والمجهود الجامد اللي انت فيه؟ ماسكه باسكت في ايديها غايه في الرقه. لا وهنا كمان فكره مساعده الزوجه للزوج. بالظبط بالظبط. هو بيقول له ايه؟ بيقول له لكي تسعد وتكون شابا سعيدا تزوج مبكرا، لان هو عارف ان الزوجه هتبقى المدرسه لاولاده. السؤال اللي حضرتك سالتيه اخيرا بالنسبه للزراعات، احنا عندنا حدائق غناء الفلاح المصري كان مصر ان هو يزرعها. اليو ان الامم المتحده درست اكثر من 2000 نبات عطري وورده في مصر القديمه. انت متخيله الامم المتحده سايبه الدنيا كلها وبتدرس الورود اللي احنا قدمناها للعالم. علشان كده نب إيمان وهو طالع بيتفسح وبيصطاد عصافير، وراه واقفه مراته عامله شعرها ولابسه الحلق الذهبي المدور وماسكه في ايديها ببوكيه ورد. وعلى ما يبدو ان الزوج المصري عندما كان يصطحب عيلته الى الخارج عشان يتفسح كان لازم يديها بوكيه ورد قبل ما تطلع، عشان تقعد شايلاه طول المشوار وراجعه اي حد ايه ده؟ ده البوكيه الورد اللي جوزي اداهولي. شياكه شياكه، احنا عايزين الكلام ده يرجع تاني والله. حتى لو ورده. ورده يا جماعه. طب كلمه حلوه. طيب جميز. جميزه. نكمل الصور مع سلام. نكمل الصور. اول اتفضل. بس ايه بقى يعني، بما انها بتشاركوا كده برضه لازم يعني راعيها بوكيه ورد. مش كده ولا ايه؟ ادهن ادهن ظهرها بالدهان ذو العطور، جيب لها برفان. المصري القديم قاعد مع ابنه بيقول له كده، بيقول له مراتك تدهن جسمها بالدهان. بتحتب بالظبط. واني واحتب واني، واخد بالك؟ واحنا اليومين دول بنتكلم على الطبيب الرهيب امحتب، وانتظر مفاجاه كبيره كده وزاره الاثار محضرها لنا في الفتره اللي جايه كده من الكنترول. انا جايبها. أيوة. لربما لربما لربما. انا مش لا اعمل في الوزاره يعني، لكن بتشرب بيهم. بس تعظيم سلام بقى للصوره دي. دي مقبره اسمها يا جماعه، هي مش مشهوره قوي بس مقبره تحفه. واتفقنا قبل كده في الحلقات الثانيه يا هبه ان كل ما هو غير مشهور في مصر القديم وغير معروف في العالم لا هو بالاهميه بمكان ان هو يدرس ويتعمل فيه دكتوراهات. المقبره دي اسمها مقبره ايبوي. ايبوي ولازم بي، مفيش ايبوي. ب دي لا، في النقطه دي لازم نصر على البي ومو ثلاث نقط دي. خلاص ايبوي مورينا منظر تحفه. اولا البيت مضروب ابيض. ابيض ليه؟ لان انت بلد فيها شمس، وبالتالي انت مش عايز تعمل حاجات غامقه علشان ما تجمعش الحراره. بص الذكاء، بص البيئه، اول وزاره بيئه في الدنيا. اتنين الراجل مجهود غير طبيعي انه بينزل الشادوف. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. الشادوف هي اول اداه ري في العالم. انا وانا في امريكا في شيكاغو دخلت متحف لقيت مدرسه 2 باي 2 اربع سنين الولاد الامريكان، والمدرسه بتطلعهم يشغلوا الشادوف، عاملين لهم شادوف في امريكا وترعى في المتحف في شيكاغو، شفتها بعينيا. وكل بيبي يطلع عشان تكون انت بتجرب اقدم اداه ري في العالم، ادي الشادوف اللي لسه موجود في مصر. هو بدا يعني ينقرض شويه،
ارجو اعاده الشادوف. طبعا الميكنه دخلت وكل حاجه عشان تبقى اسهل واسرع طبعا. لكن الشادوف لازم نحافظ عليه. ادي فكره الشادوف اول اداه راي جينيس بوك اوف ريكوردز، موسوعه جينيس للارقام القياسيه، وهي جينيس وليس جينيس. قالت ودي عندي، قالت اقدم اداه راي في العالم واقدم اغنيه في العالم اتغنت كانت اغنيه الشادوف اللي هي اغنيه الفلاح المصري وهو بيجيب الميه. معانا صوره اخيره. الصوره بقى دي يا جماعه دي بقى ثانيه بقى من كنترول، بس ده كنترول بتاعي انا. اول امبارح انتهيت من ورقه علميه حلوه جدا هنفجرها مفاجاه كبيره جدا، وخصوصا في نوفمبر اللي جاي ان شاء الله مع 4 نوفمبر واحتفال العالم بافتتاح واكتشاف مقبره توت عنخ ايمن. ده توت عنخ ايمن خلاص اللي انتم شايفينه على البوكس ده، ده توت عنخ ايمن. بيعمل ايه توت عنخ ايمن؟ حركه عمرك ما اثبتيها علميا وتاريخيا لغايه دلوقتي. هو في معركه عسكريه، توت عنخ ايمن ما عملش معارك عسكريه، ما عندناش نص. ده بيرد على الناس اللي قالت ان هو لا كان صغير في السن وما دخلش وما خدش معارك عسكريه. حته ما خدش معارك عسكريه دي انا اللي بغيرها بقى ان شاء الله. بقول لهم لا خاض، والادله 1 2 3 هنعملها في حلقه ثانيه. بس ايه علاقه ده بالفلاحه؟ لو بصيت حضرتك في ارض المعركه اللي توت عنخ ايمن فيها بالعجله الحربيه، اتلقت 6 عجلات حربيه في مقبرته، 6، ومئات بقى العصي والاسهم والبوز بقى، الاقواس والاقواس المركبه. القوس المركب ده بيضرب 250 متر السهم، 250 ده ولا الهانتر القناص ولا السنايبر. لقينا دوم وعنبر. كلمت الدكتوره رنا في كليه العلوم، يعني بقعد اصدعهم كل شويه، شوفي لي لو تسمحي الزهور والنباتات اللي في المعركه. الفنان المصري رسمها صغنن، انا لقطتها ورحت بعت لها قلت لها ارجوك النباتات دي ايه، لانها متخصصه في نباتات تاريخيه كمان. قالوا لي عنبر ودوم. هم لقوا في مقبرته العديد من النوعيات الخاصه بالنبات، الحاجات اللي المصري القديم كان بياكلها. مظبوط يا فندم. دي بقى كان من ضمنها الرمان والبلح واعتقد المش. هل تعلموا اللي هي الجبنه القديمه دي من السقاره من قبليه؟ لا ده انا هقول لك على حاجه غريبه. البلح اتوجد في مصر القديمه في المقبره، في مقبره من المقابر، لقوا امبلح متشال النوى بتاعه عشان المتوفى في الحياه الاخرى ياكله من غير ما يضطر ان هو ما لقوش فيه لوز. دلوقتي او عليه شوكولاته يبقى احلى واحلى. لكن دكتوره رنا ربنا يبارك لها قالت لي، اكدت لي ان ده دوم اللي في المعركه العسكريه توت عنخ ايمن، دوم وعنبر. كنت عايز اعمل ايه؟ اشوف الاثنين دول فين؟ هل في مصر الدوم والعنبر دول ولا في افريقيا ولا في اسيا؟ واعرف المعركه العسكريه فين من النباتات دي. اهميه الفلاحه في مصر القديمه. طيب سؤال بقى عشان ورقتك العلميه، معلش احنا لازم نشكك برضه، احنا مش قاعدين كده الاعلام برضه. هل كان فكره التوثيق عند المصري القديم، يعني احنا شفنا صوره دلوقتي توت عنخ ايمن، هل كانت توثيق لحياته ولا كانت شق تخيلي؟ ده حته سؤال ب 6 مليون دولار بيسموه كده في الغرب، يقول لك ده 6 مليون دولار كويستشن. يقول له تاخد 6 مليون دولار ولا اجاوب لك على السؤال؟ يقول لك كده في الغرب اجاوب لي على السؤال، احنا كلنا على 6 مليون. لا سؤالك حلو جدا، نقوله في الكونتكس ده، في الحيز ده. هل توت عنخ ايمن حاطط نفسه على عجله حربيه وشادت السهم وبيضرب الاعداء بتوعه مغلوبين قدامه، والكلاب السلوكي بتاعته عماله تقرم الاعداء من دماغها، والجيش المصري وراه، هل المنظر ده منظر رمزي؟ هل توت عنخ ايمن، اشكرك، هل توت عنخ ايمن لم يحارب هذه المعركه اللي احنا شايفينها على البوكس بتاعه اللي اتوجدت من 5398 قطعه في المقبره؟ ولا ده رمزيا بيقول لك انا راجل قوي وراجل عسكري وراجل ايه بتاع؟ العلماء اغلبهم 99% تقريبا منهم قالوا ان ده منظر رمزي ولازم الملك يبين ان هو ايه غلب الاعداء. لغايه لما انا جيت شرفت البيت خلاص قلت لهم لا المنظر ده مش رمزي، المنظر ده حصل على ارض الواقع. واذا كان هناك رمزيه في مصر القديمه موافقك وحضرب لك تعظيم سلام، لما تقولي لي في رمزيه غير طبيعيه هقول لك في رمزيه غير طبيعيه بنسبه كبيره جدا. لكن في مناظر محددة لأن التفاصيل بتاعت النبات اللي أنا جبتها واللبس اللي هو لابسه، يعني بمعنى هل ده درع اللي هو لابسه ده اللي حضرتك بتتكلمي عليه، الدروع الأرمر ده اللي أنت بيلبسه ده، زي ما بعد كده إنجلترا والفرسان والدنيا كلها لبسته ومن هنا هو. فأنا إجابة على سؤال حضرتك، أنا بعتقد إن في نسبة من لقطاتنا في مصر القديمة زي اللقطة اللي احنا شايفينها قدامنا دي لقطة حدثت بالفعل. وعلى العلماء الكبار الأجلاء اللي هم تاج راسي واللي هم أقوى مني، أرجوكم أنا فتحت لكم البوابة، اثبتوا لي المعركة ديت واثبتوا لي إن توت عنخ إيمن كان دي تيجي تطلع في، أنت متخيلة تطلعي في 6 أكتوبر اللي جاي ده إن شاء الله، وتروحي مطلعة كده وزارة الآثار أو كلية الآثار بجامعة كذا عندنا، وتروح مطلعة منشات في العالم كله إثباتا توت عنخ إيمن ذا وارير
توت عنخ إيمن المقاتل، المحارب. يبقى المحارب. طيب دكتور بسام، بما اننا بنتكلم برضو على توت عنخ امون او توت عنخ ايمن، صح بقى؟ ايمن او امون يعني، عشان برضو الناس يبقوا عارفين الدارج، لو يبقى اتعرفوا عليه وما نبقاش احنا نتكلم في دنيا تانية محدش فاهمنا. بصي العين اللي حضرتك لابساها دي خلاص، دي عين واجد. واجد صح؟ في قول اخر هتسمعها اوجد، فاوجد واوجد او عين حوره يا سيدي، مشيها يعني. قصدي اقول لك المهم ان انت المهم ان انت تبقى عارف ايه رمزيتها في مصر القديمه. ايه رمزيتها؟ هي عين الرؤيه، هي عين الشفاء، هي عين الحمايه، عشان كده كانت تتحط كده، هو تحمي في حته العين. العين عليها حارس، العين عليها حارس. هي دي الفكره في مصر القديمه. طبعا عنخ حياة، دخلت في الاكسسوارز. وبالمناسبة الالوان، يعني انا العنخ اللي حضرتك لابساها ديت شدني فيها العنخ طبعا. اللي هي حياة، عيشة، عايش. يقول لك توت عنخ ايمن، مش مفتاح النيل، الصورة الحية. مش مفتاح نيل، ابوس دماغكم، مفيش حاجة جبنا منين مفتاح النيل؟ بصي مفتاح النيل بترمي نفسها في النيل، كل الحاجات دي عيني على النيل. يعني النيل ده يا عيني احنا ظلمناه. اللون التركواز اللي حضرتك لابساه مفكات بالهيروغليفي، عشان كده حتحر اللي احنا سميها حتحور، اللي هي ربة الجمال. معبودة الغناء، معبودة الحب، معبودة نبت مفكات، نبت سيدة مفكات التركواز. سينا اسمها ايه؟ اسمها تا مفكات، ارض الفيروز، ارض التركواز. التسمية اللي انت مسميها دلوقتي دي هيروغليفية. اللون البرتقاني الغامق اللي شدني انا اكتر بقى من التركواز، ده حجر كريم شبه كريم اسمه بالانجليزي اسمه ريد كارنيليان، وده استخدمه المصري القديم بامتياز. ده غير الياقوت، في يعني نوع من انواع الاحجار الكريمه والشبه كريم. طيب كلام كتير برضو على توت عنخ ايمن. اشكرك. على الخنجر النيزكي. اوه. وعلاقته بقى بانه لا ده احنا طلعنا الفضاء، لا مش عارفه، لا كان عندنا ايليانز، عشان بعد كده برضو هنرجع ونقول ان ولاده اللي هم قالوا ان هم متحنطين موجودين، قالوا انه دي مش ولاده، دول رؤوس كائنات فضائيه. فردي على النقطه دي، انا هتشبه شويه لفكره الالينز اللي بتطلع في الافلام. اولا نمرة واحد، مفيش الين، مفيش ناس جت من الفضاء الخارجي وبنت الحضاره المصريه، حطينا نقطه اللي بعديها. اتنين، البيبيهين البنات اللي اتوجدوا منهم واحده اللي هي حتى الامبليكال كورد او الفكره اللي بيبقى طالع من الصره بتاعت البيبي وكده، ودرسوهم طبيا ولقوا ان هم العلاقه الحبل السري، الحبل السري، ولقوا من العلاقه الحبل السري اللي انا بدور عليها هي دي. انا لسه الستات اللي تعرف الحاجات كويس، انما احنا بالنسبه لنا درسوها، الدراسات اتعملت وخلاص، هو في علاقه بينه وبينهم، مفيش حاجه اسمها كده علاقه بشريه. اثنين، ثلاثه، يوجد حاجتين في مقبره توت عنخ ايمن تر اكسترا تريس، يعني مش من الارض. منهم الحديد النيزكي اللي اتعمل منه خنجر وتلاقى جنب المومياء، وده الدرس وتذكر مليون مذاكرة، وقال لك ده حديد نيزكي من نيزك، يا إما انفجر في الجو يا إما خبط عمل تطام في الأرض، يعني وتعمل منه الفضاء. حديد مفيش فضاء خالص. طيب. وقبل كده قلنا لكم على الجعران، والجعران ده برضو جاي من حجر من انفجار نيزكي. مقبرة الإسكندر الأكبر. طيب الإسكندر الثالث المقدوني الكبير، الكسندر ذا جريت، احنا مسمينه الاكبر رغم انه بالانجليزي ذا جريت، مش ذا جريتست حد. طيب هو مات عنده 31 32 سنه، فكسات. واحد، لا يعلم حتى الان على صفه التحديد اين هو مقبور. اثنين، او مدفون. اثنين، في ناس بتقول اسكندريه، وفي ناس بتقول سيوة. خلاص، في ناس بتقول بابل، والرابع مقدونيا، لان هي دي البلد اللي هو جاء منها او الامه اللي هو جاء منها. انا بروح ناحيه اسكندريه، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، محدش عارف مات ازاي، هو كان في حفلة كبيرة بينتصر فيها وربما جاله حمى، هل اتسم، هل مات من الحمى، هل ارهاق بتاع مش عارف ايه، كل الحاجات دي لسه مش موجودة ومحدش يعرف عنها حاجة. لكن فكرة انه تابوت اتفتح واتسرق، دي بقى دي برضو علامة استفهام، لكن انا هقولها لك في الاخر خالص واقول للسادة المشاهدين. اكتر حاكم في التاريخ القديم اتكتبت قصة حياته بشكل مفصل كان الإسكندر الثالث الكبير المقدوني، لأن كان الناس المؤرخين جنبيه في اليوم الفلاني، عمل معركة إيسوس 333 قبل الميلاد. أيوه. 6-1 مع الفرس وهزمهم. أنت متخيلة أغرب معركة في تاريخ العالم الإسكندر قادها، معركة إيسوس 6-1، يعني كل 6 فرس
بيضربوا واحد من جيشه ومع هذا انهى الفرس وهزمه. هل مرنبتاح هو فرعون الخروج؟ مرنبتاح ليس فرعون الخروج وليس فرعون اللي في الوقت بتاع سيدنا موسى عليه السلام ولوحته الموجودة الحجرية اللي هي لوحة انتصار مرنبتاح. أشكرك والتسمية العظيمة اللي غيرها المتحف المصري في 2017 طبقا للاقتراح اللي انا اقترحته عليهم. قلت لهم لو تسمحوا شيلوا لوحة اسرائيل وحطوا لوحة مرنبتاح لان دي لوحة انتصارات مرنبتاح. وكلمة اسرائيل زي ما قال فلاندرس بيتري زمان دي كان ليها اتجاه سياسي وحاجات زي كده. الكلمة اللي بتتنطق اسرائيل يزرياير مالهاش اي علاقه باسرائيل لكن هم زقوها ناحيه اسرائيل عشان يبقى هو فرعون الخروج. هي علاقه بالقبائل اللي كانت موجوده ناس. برافو عليك لان هو اخر الكلمه في راجل وست وثلاث شروط. أيوة. في الهيروغليف ثلاث شروط يعني جمع. راجل وست يعني ناس. ما قالش بقى دوله ما قالش امه لان لما هيجي يتكلم على مصر هتبقى امه هتبقى. أيوة. دوله ليها اورجنايز جوفرمنت هيبقى ليها حكومه انت اول حكومه مركزيه في العالم اول وزير. وبالمناسبه في مصر القديمه الوزير كان قاضي. الوزير كان قاضي والقضاء في مصر القديمة كان مجانا لو انت عندك مشكلة تروح. علشان كده العامل اللي راح للمدير بتاعه واتكتب دي على شقافة وقال له انا عايز اروح احل مشكلة مع مراتي وارجع لك. فاخد اجازة عرضة من 3000 سنوي كان في اجازة عرضة لانه رايح يحل مشكلة مع مراته في البيت ويرجع. هختم معاك بالحكمة زي ما تعودنا. بتحتب الوصية اللي هو كتبها لابنه ونهاها بانه المرء يفعل ما تعلمه من ابيه. برافو عليك. وابتداها بجمله قويه قوي لا تستحل حقوق الناس حقا. الله الله الله. طيب الاولانيه اللي بدا بيها سريعا 30 ثانيه. الاولانيه مفهومه. همسك الاخرانيه ليه؟ لان هو ابنه قال له ايه قبل ما يقول له الجمله دي؟ قال له انت كبير انت عظيم يا ابي. معقوله انا هعرف انا الصغير انا الشاب هعرف اعمل كل الحكم العظيمه اللي انت بتقولها لي واللي انت عملتها في حياتك؟ راح رادد عليه قال له ايه؟ نقول تاني. المرء يفعل ما تعلمه من ابيه. بس أي كده هو اللي عليه ان هو يوصل. وده بالزبط. اللي احنا دايما بنقوله للنشأة هو سلم الشعلة. بنقول لاولياء الامور سلموا الشعلة. سلموا الشعلة وهو هنا سلم الشعلة. بنشكره وبنقول له اخيرا بمناسبه عيد الفلاح قال المصري القديم عن قشاشونك الحكيم لا تبني فوق ارض مزروعه. نعم. اول كردون مدينه في التاريخ اتعمل عندنا حضاره مصر العظيمه. بشكرك دكتور بسام الشماع عضو الجمعيه المصريه التاريخيه والمؤرخ الكبير. دايما بنستمتع بوجودك معنا وبشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لسه مكملين معاكم في 8 الصبح تابعونا بعد الفاصل.